رغم اعتماده على مصدر رزقه اليومي ومعوقات ذهابه يوميا إلى ساحة الاعتصام، إلا أن نبيل أراد وبقوة مشاركة إخوته المعتصمين، فبادر إلى تزيين واجهات محل الحلاقة الخاص به بصور توثق ثورة تشرين بكل تفاصيلها مع كلمات تطالب بالإصلاح، ليؤكد صاحب الفكرة بأنه أراد لمن لا يذهب ويشارك أن يطلع على ما يدور ويرى ما يفعله الأبطال. وهذا شيء بسيط يساند الثورة وينطي انطباع بشكل ثاني عن اللي موجود بالساحات الاحتجاج. هذا ينطي للناس اللي ما تدري بشي يصير بالساحات الاحتجاج، اكو قسم من الناس ما تدخلت بالثورة، فهذا ينطي انطباع يجي يتفرجون على هاي الصور ويشوفون الحوادث والصور الشهداء. هاي الصور وهاي الملصقات هذا وجه بها رسالة كل الناس انه تتضامن مع هذه الثورة، هاي ثورة الحق، لازم يشوفون الحقيقة اللي بتصير. كما أنه تعود أن يوقد الشموع يوميا بالقرب من تلك الصور مع ماء وبعض الحلويات ثوابا منه إلى أرواح الشهداء. كما أن مشهد الشموع لم يبتعد عن هذه الخيمة التي أراد الشباب فيها أن تكون باسم فقيدهم الذي استشهد خلال التظاهرات، ليجعلوا من المار يقف لحظة صمت على روحه أو قراءة الفاتحة أو آيات من القرآن الكريم. احنا مجموعة من الشباب من اصدقاء الشهيد بهاء فالح اللي سقط يوم 4 اكتوبر، اجتمعنا احنا ثلة من الشباب من اصدقاء الشهيد بهاء وقررنا انه نسوي مكان يبقى نخلد به ذكرى بهاء خلال هذه الفترة مال الاعتصامات بالمحافظة. نشعل شموع، اكو ناس تجي هنا توزع ثوابه وتجي تترحم له وتقرا له قراءة سورة الفاتحة، وتجي هنا نجي نسوي ختمات قرآنية يومية على روحه ونبعث ثوابه الى قبره ويجون عائلته يومية باستمرار. وتستمر قصص الجمال من داخل ساحة الاعتصام وسط الديوانية، وعدسة التغيير ترصد بدون تعب او ملل. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.